السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله واحد الموضوع ديال توقيف أشخاص اللي بدون كمامات تقريبا واحد عشر ديال الأشخاص نقرا عليكم المقالة اللي اللي توقيف عشرات من الأشخاص في تطوان بسبب الكمامات أوقفت مصالح الأمنية بمدينة تطوان يومي السبت والأحد عشرات من الأشخاص بسبب عدم وضعهم للكمامات أثناء الخروج إلى الشارع وجاء التوقيف حوالي مئة شخص خلال الحملات الأمنية الواسعة زعما بصراحة يعني مئة شخص يتوقف في ظرف ديال السبت والأحد واحد النسبة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف علاش بغيت نعي واحد السؤال علاش الواحد ما يخرجش والدماغ معاه كمامة يعني هاد القضية دايرة أي واحد تنطول عندو كمامة في الدار المهم نكمل لكم الخبر خلال حملات امنيه واسعه شنتها الشرطه تطوان في مختلف الاحياء والشوارع العامه منذ امس السبت يعني الشرطه من البارح ولات كتوقف في الانسان لمداير الكمامه وهذا الشيء اللي هذا طرات يعني علاش الواحد خارج في ودنيه ويخرج راه يعني راه ما واحد المبلغ اللي هو كبير يعني كدير واحد جوج ديال الدراهم ولا ثلاثه دراهم على حساب كل واحد كيف وكل واحد وكيفاش تبيعه يعني راه ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه غتخرج غديرها غتقول لي كتخنقك ماشي مشكل كاين وحدة اخرين يعني متخصين على وديت هاد الحاله هادي انك تخنق الناس وتحركت السلطات الامنيه لتنظيم هذه الحملات آه بعد تزايد المخاوف اطراء تسجيلات ازيد من 800 اصابه في المغرب امس وعاوتاني واحد النقطه واحده اخرى باش تكون 800 اصابه في نهار واحد يعني في نهار واحد تكون 800 اصابه يعني راه بزاف يعني بحال الواحد آه ما عرفتش شي كاع اللي دوزنا كامل شهور كامله, كاملة ديال, ديال الحجر الصحي يعني مشات هباء منثوره يعني كاع داكشي اللي آه قامت به الدوله يعني كاينين شي ناس غادي يضيعوه في رمشة عين إذا إيه ما كنتيش خايف انت على راسك ولا انت خائفة على راسك من الاحسن خاف على والديك يعني باك امك اللي ناس كبار حاول انك ولا انك تخافي عليهم راه ما حتى شي حاجه ان فوا غتخرجي من الباب غديري لكم ماما ان فوا غترجعي للدار تغسلي يدك بالصابون وتحيدي لكم يعني ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي غتسين منك ديري شي معجزه ولا دير شي معجزه نتمنى من الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، أه... ونعاود نقول لكم حاولوا أنكم ما تخرجوش إلا للضرورة، ولو أننا انا باش نخرجوا حنايا يعني الحمد لله يعني بالثوب ديالنا حنا باش هذا المرض هذا يعني ما بقاش بعدا كاين في المدينة ديالي أنا في مدينة سالا يعني هذا المرض هذا ما بقاش بتاتا، علاش؟ حيت حنا درنا الحجر الصحي بواحد الطريقة اللي هي مزيانة، وملي كنخرجوا ديما كنخرجوا بواحد الكمامات. وبزاف يعني بزاف ديال الحيطه والحضار يعني دارو خصك تخلي ما بينك وبين الشخص الثاني واحد الـ واحد هي القليله يعني انا براسي نيت ما كنبغي نسخر غير الحانوت ولا شي ولا شي بلاصه واحده اخرى كان بعد كنعطيه مترو حتى كيمشي هو عاد كنمشي نتقدا انا ونتمنى من الله تكونوا انكم استفدتم من هذا الفيديو هذا وما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب وديما ان شاء الله كاين الجديد وما تنساوش تبارطاجيو معكم هذا الفيديو هذا